السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم البنات جبت لكم واحد لا فيديو ديال الكريب، وهذا الكريب كيجي بالماء. كما قلت لكم هذا الكريب ديال الماء كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف، وكنتمنى تعجبكم هذه الطريقة ديال هذا الكريب. وكنحتاج في هذا الكريب ديال الماء جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الحليب. بالنسبة للطحين ربعة الكيسان ديال الطحين اللي خديت، الزيت غادي نحتاج ربعة ديال المعالق، والسكر دائما على حسب الذوق كما قلت لكم. وكنحتاج ربعة ديال البيضات، شاصية فاني كنحتاج جوج، وشاصية خمارة حمراء على حسب باش يجي لنا الكريب رطب. بالنسبة للخمارة حمراء كنضيفوها باش كيجينا الكريب رطب. دابا غادي نضيف معكم المقادير وغادي تشوفوا معايا الطريقة. غادي ناخذ البيض، كنضيف البيض هو الاول كيف كتشوفوا، ولا بغيتوا تخدموه في مونينيكس ولا طراب كنضيفوا البيض. ربعة ديال البيضات ولا بغيتوا بالنسبه للمقادير قل يمكن لكم غير تنقصوا المقادير. كيجي هذا الكريب زوين واقتصادي، يعني كنديروا فيه غير الماء. دابا غادي نضيف السكر، ربعة ديال المعالق السكر، ودائما السكر على حسب الذوق ديالكم. وكنضيف الزيت، انا درت ربعة ديال المعالق ديال الزيت. وكنضيف الشاصية ديال الفاني جوج على حسب النكهة. الا بغيتو ديرو الحامض يمكن لكم تضيفوه، حتى هو كيجي زوين كيعطي النكهة ديال الحامض. صافي، دابا غادي نخلط هاد المقادير بحال هكا. عاد غادي نبدا نضيف المقادير الاخرى، يعني كنكمل بحال هاد الطريقة. غتشوفوا معايا التتمة ديال هاد لافيديو. من بعد ما خلطت المقادير الاولى، دابا غادي نضيف الحليب جوج كيسان بحال هاد الطريقه، وعاد غادي نضيف الماء الكاس الاول والكاس الثاني. الى عندكم مولينكس او الطراب اليدوي حتى هو كيسهل عليكم الخدمه بحال هاد الطريقه. دابا غادي نبدا نضيف الطحين تدريجيا، وغادي نبقى نخلط بشويه بشويه بحال هكا. يعني ما كنحتاجوش لا يخمر لا والو، يعني كيطيب سمسم. يعني كنخلطوا هاد المقادير وكنطيبوه ديك الساعات، يعني ما كيحتاجش يخمر لينا. صافي، غادي نكمل بحال الطريقه كي كتشوفوا معايا. صافي، كنكمل نخلط هاد المقادير حتى يتجانس ليا مزيان الطحين مع المقادير كتشوفوا معايا. صافي، دابا غادي نكمل بحال هكا، وغنبقى نبدا نطيب فيه وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. هذا هو الخليط ديال الكريب كيجي بحال هكا. صافي، كناخذوا شي مقله اللي كتكون ما كتلصق ليناش، وكنبداو كنضيفوا في المقله بحال هكا. صافي، وكنتسناو حتى كيطيب لينا وكنقلبو بحال هكا. كطيب ليا دابا، هي قلبت الكريب كي كتشوفوا معايا. صافي، وكنكمل بحال هكا الكريب ديالي حتى كنساليه. ومن بعد ما غادي نسالي الكريب ديالي كامل، غادي نوريكم النتيجه الاخيره. وبالنسبه للتزيين، باش ما بغيتو تزينوه نتوما، يعني كونفيتير او العسل او الشوكولات، داكشي على حسب الاختيار ديالكم والذوق ديالكم. دابا صافي، كنكمل بحال هكا، وعاد غادي نوريكم النتيجه الاخيره ان شاء الله. بحال هكا كطيب ليا، دابا هي قلبت الكريب كي كتشوفوا معايا. صافي، وكنكمل بحال هكا الكريب ديالي حتى كنساليه. ومن بعد ما غادي نسالي الكريب ديالي كامل، غادي نوريكم النتيجه الاخيره. وبالنسبه للتزيين، باش ما بغيتو تزينوه نتوما،
يعني كونفيتير او العسل او الشوكولات، داكشي على حسب الاختيار ديالكم والذوق ديالكم. دابا صافي كنكمل بحال هكا وعاد غادي نوريكم النتيجه الاخيره ان شاء الله. من بعد ما ساليت الكريب ديالي كامل طيبته كيف وريتكم، كيجي بحال هذا الشكل. تزين فقط بالشوكولات، زينته وشويه ديال اللوز يعني هرمشته ودرته فوقه. تزين دائما على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى يعجبكم هذه الطريقه ديال هذا الكريب، كيجي زوين بزاف. وإلا عجبكم ضغطوا لي على الجرس وديروا لي لايك باش دائما توصلوا باي جديد. وكنشكركم بزاف على المتابعه وبسلامه عليكم فيديو الجاي ان شاء الله.